يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لو وضعت الجنائز في مكانها في المسجد انتظارا للصلاة عليها، فهل يجوز لشخص أن يصلي على تلك الجنائز ثم يخرج من المسجد لصلاة الفريضة في مسجد آخر؟ لا، هذا ما عهد عند المسلمين، ولا يسبق الإمام، إمام المسجد ما يسبق على هذا الشيء، إما أن تصلي مع الناس وإما أن تذهب ولا عليك شيء، الحمد لله. نعم.